اسعد الله اوقاتكم متابعينا الكرام اسأل الله ان تكونوا بخير انتم واحبابكم ومن حولكم اليوم رح نحكي عن انتقال كوكب عطارد لبرج الثور طبعا هذا الانتقال شوي بده تركيز لانه عطارد اليوم يعني او في هذه الفتره القادمه رح يكون ممتزج بسعودته ونحوسته يعني خليط بين السعودي والنحوسي في نفس الوقت فعشان هيك التأثيرات شوي بدها بعض التركيز طبعا انتقال كوكب عطارد رح ينتقل صباح اليوم اللي هو 11 أربعة في تمام الساعة و تسع دقائق صباحا بتوقيت غرينتش رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور رح يمكث في هذا البرج اللي هو برج الثور لغاية يوم 29 أربعة حتى الساعة عشرة واحد وعشرين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الجوزاء فإذا 19 يوم هو راح يكون متواجد في برج الثور كوكب عطارد معروف عنه أنه هو المسؤول بتأثيراته على قدرتنا على التفكير نقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة وبتتحكم بإتصالاتنا بمواصلاتنا بالأمور اللي إلها علاقة بالحوار والنقاش سرعة البديهة إيجاد الحلول طبعا صفاته الإيجابية والسلبية هو بعطي الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور وكثرة الحركة. ولكن من سلبياته إنه هو بعطي العصبية. عشان دائما إحنا نذكر الزوايا اللي بيشكلها الكوكب أثناء تواجده في برج عشان نحدد سعودة ونحوسة هذا الكوكب أو مقدارها أو الوقت أو إيش اللي راح يأثر فيه من خلال أو خلال الفترة القادمة من هاي الزوايا اللي راح يشكلها. أول زاوية راح يشكلها هي يوم 18 أربعة طبعا هاي الزاوية بيبدأ تأثيرها من 15 أربعة ل 21 أربعة هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية سرعة البديهة الحيوية اللي هي الدماثة بحركة الحوار يعني منكون مقبولين جدا في طريقة الحوار أو أثناء الحوار مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي في نفس اليوم اللي هي يوم 18 أربعة في زاوية راح تكون اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 17 أربعة ليوم 19 أربعة يعني هي تقريبا كلها على بعضها ثلاث أيام فهاي الزاوية لأنه مع أورانوس فبتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز شوفوا متعارضة مع الزاوية الأولى أو متناقضة مع الزاوية الأولى وهنا هاي الزاوية بتخلي صعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كمان بتزيد من عصبيتنا نرتكب الأخطاء ممكن نتهور في هاي الفترة طبعا هاي الفترة بما انه الها علاقة بسلبية اورانوس فهاي بتجيب حوادث او احتمال وقوع حوادث الها علاقة بالتفجيرات والزلازل برضو امور الها علاقة بالصحافة او اخطاء ممكن تصير اثناء القيادة والتحرك بتشهد هاي الفترة قمع للحريات برضو بصير في نوع من انواع القضايا او الاعتقالات لكتاب او لصحفيين بشتى المجالات بخصوصا بالنقد السياسي برضو لها علاقة بمظاهرات للحركات النقابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل هاي راح تكون يوم 24 أربعة صباحا طبعا تأثيرات هاي الزاوية من يوم 22 أربعة لغاية يوم 26 أربعة أربعة بتسبب لنا نوع من أنواع التعب والقلق والحذر الميل للكآبة بتحل من بتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء ممكن يضر بصحتنا طبعا برضو بتركز على قطاع الصحافة الحوادث اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات طائرات سكة حديد سيارات فعشان هيك لازم ننتبه أثناء تنقلاتنا وبرضو هاي بتأثر على حقائق تاريخية مغلوطة في هاي الفترة ممكن تظهر على الساحة أو أشخاص يروجوا لها بشكل أكثر وبتضغط على المؤسسات المالية إلها بتسوي خربطة في أمور إلها علاقة بالبورصة والأسهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 24 أربعة هاي الزاوية زاوية, زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون طبعا تأثيراتها يوم 23 أربعة بتبدأ بتنتهي يوم 26 أربعة فهاي بتخلينا شوي عنا قدرة على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة يعني بيصير عنا الفراسة أو قدرة تحليل الأشخاص قوية جدا. بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 27/4 هي زاوية تسديس برضو إيجابية بين عطارد وبين المشتري تأثيراتها من يوم 25/4 ليوم 30/4 وعادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وكمان هاي الزاوية بتزيد من قدرة الاتصالات عنا وبتزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية يوم ثمانية وعشرين أربعة هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وطبعا تأثيرات هاي الزاوية يوم ستة وعشرين أربعة بتبدأ وبتنتهي يوم ثلاثين أربعة هاي الزاوية برضو بتزيد من حدة ذهننا والحدس والنقد عنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة هون نجد أن الزوايا اللي بتتشكل هي إيجابية وسلبية وطبعا وجود عطارد أساسا في برج الثور بضعف من طاقته فهنا بنلاقي أنه الأحداث ممتزجة أي مزيج بين السعودة والنحوسة طيل الفترة اللي هي رح يمكث فيها في برج الثور من يوم 11 أربعة ليوم 29 أربعة وكما أنه حكينا في حلقات سابقة عن عطارد أنه عطارد يعتبر هو أسرع الكواكب في المجموعة الشمسية بعد القمر طبعا هو عادة يمكث ثلاث اسابيع في في البرج ولكن نظرا لانه اقرب كوكب بيكون للشمس لما الكواكب بتقترب من الشمس فبتزيد سرعه عطارد اكثر لما بتبعد الكواكب عن الشمس بصير بطء لها عطارد فهو الان ما يعتبر سريع في حركته صحيح انه 19 يوم فرق يومين عن المكوث ولكن انه بضل في نوع من انواع السرعه في الحركه وهي السرعه الها اثار ايجابيه طبعا لانه بهاي الفتره بيكون عندنا اكثر قدره على التركيز والتفكير على عكس فتره تراجعه اللي بصير فيها تشتت ذهني وبطء بالتفكير او شغلات زي هيك وبرضه بزيد عندنا قوه الفكر والادراك والتعبير والاتصالات والمواصلات يعني في نشاط عالي بالنسبة للقمر طبعا العطارد بما أنه رح يكون موجود في برج الثور معناته بشعر مواليد برج الثور بقوة الفكر والقدرة على الإقناع إقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وإجراء اتصالاتهم أو القيام بسفرياتهم الضرورية وبيستفيد معهم كذلك مواليد الأبراج الترابية الأخرى زي العذراء والجدي والأبراج المائية، السرطان والعقرب والحوت، هذول أكثر من الأشخاص المستفيدين. وكمان كل شخص تواجد كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الثور. عادة لما بنولد الشخص وبكون عطارد موجود عنده في برج الثور، بتنصب أفكار هذا الشخص حول الجانب العملي في المواضيع اللي بتشغله. وبيتوصل لقراراته ببطء بعد دراسة وتقييم لكل خطوة من خطواته وهو غالبا بيتمسك بعناد عالي جدا وخصوصا بآراءه وأفكاره بغض النظر إذا كان على حق أو كان على باطل طيب إيش التأثيرات على الأبراج الأخرى؟ يعني كل برج فيه له تأثيرات على حسب تواجد عطارد في برج الثور يعني بيصير له تأثيرات معينة فمن نأخذ الجوانب الإيجابية والسلبية عشان كل برج يحذر من كل التأثيرات بالنسبة لمواليد برج الحمل بتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال ممكن في خلال الفترة هاي يسمعوا أخبار سارة بخصوص عملهم وممكن يحصلوا على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية ولكن بدهم يحذروا أن علاقاتهم بتكون متوترة مع رفاقهم في العمل وممكن يرتكبوا بعض الأخطاء في أرائهم وأحكامهم بدهم يتجنبوا توقيع الوثائق المهمة أو مراجعة أشخاص موثوقين ليأخذوا رأيهم قبل التوقيع على هاي الوثائق برج الثور بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآرائهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بيتمتعوا او بيتمكنوا من انجاز بعض اعمالهم المهمة وبيجدوا سهولة في متابعة دراستهم بتعرف بعض يعني بيعرفوا في هاي الفترة بعض الارهاق او الاجهاد بسبب عصبيتهم وتلهفهم وسرعة انفعالهم فعشان هيك بدهم يتجنبوا اتخاذ قرارات مهمة أو بدهم يحذروا كمان أثناء تنقلاتهم وبرضو في الفترة هاي ممكن يسمعوا كثير من الأخبار المتناقضة برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء هنا بزيد اهتمامهم في الغيبيات أكثر أو المغيبات أو الأشياء التاريخية القديمة اللي بدها بحث أو تمحيص أكثر أو إشي له علاقة بالتاريخ فبيجدوا حلول برضه للتخلص من مشاكل وصعوبات اللي بتعوقهم أو بتعيقهم بالفترة هاي ممكن يتعرضوا لكلام سيء أو إفشاء بعض الأسرار اللي بتخصهم عشان هيك يحاولوا قدر الامكان انهم ما يهتموا كثير لها الاشياء اللي بيسمعوها برج السرطان بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وممكن الفتره هاي يتعرفوا على اصدقاء جدد وبرضه ممكن يتلقوا اخبار ساره عن اصدقاء بيقيموا بعيد في دول بعيده او يقوموا بمشاريع او لقاءات فكريه مع اصدقائهم ولكن من سلبيه هاي الوضعيه لعطارد انه ممكن تعرف علاقات الصداقه بعض التوتر مع بعض الاشخاص من الاصدقاء في هاي الفتره. برج الاسد افكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل وممكن يسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتهم الماديه هاي فتره مناسبه للتواصل مع اشخاص ذو نفوذ وبرضه بميلوا لاهمال مشاريعهم وممكن يتعرض تتعرض سمعتهم الاجتماعيه لبعض الشبهات فعشان هيك عليهم انهم يتحلوا بالصبر والليونه والذكاء في التخلص من هاي السلبية برج العذراء بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا طلاب الأكاديميون في دراستهم وهاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات برضو أو التعامل مع الغرباء وبس بدهم يحذروا من الوعود لأنه في فترة انتحاسة عطارد قلما يتم الوفاء بها يستحسن تجنب المغامرات والتهور بدهم يحذروا أثناء السفر ويتفقدوا أوراقهم وأمتعتهم بشكل جيد ولو كان في مجال للتأجيل في فترة انتحاسة عطارد بيكون أفضل برج الميزان بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة وبيجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية ولكن بزيد طيشهم وعصبيتهم وممكن يسمعوا أخبار سيئة أهم إشي أنهم يحذروا أثناء تنقلاتهم وأثناء أسفارهم ويتفقدوا أمتعتهم وحجوزاتهم برضو بالفترة هاي برج العقرب بيتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء وبتكون علاقاتهم مع زوجاتهم أو أزواجهم أو شركائهم مرضية وبيطبعها نوع من أنواع العطف والمودة أثناء سعادة عطارد وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك ولكن في فترة انتحاسة عطارد بتاع بيصير في نوع من أنواع الخلافات والنزاعات مع الشركاء أو مع الأزواج فبدهم يكونوا حذرين برج القوس بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم في العمل وبيصبح عملك ممتع جدا وبتزيد حيويتك وصحتك بشكل جيد ولكن ممكن يصير بعض التوتر في علاقاتك مع بعض رفقائك في العمل في أوقات انتحاسة عطارد وبرضو بدك تحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل برج الجدي بيمارسوا نشاطات أدبية وبيحثوا أولادهم على الدراسة وبرضو الفترة هاي ممتازة للقاءات ممتعة بتكون بيكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أثناء زيادة أثناء صعودة عطارد ولكن في انتحاسته بخليك متردد وممكن تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لإلك. لا برج الدلو بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية وممكن يسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتهم هاي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو استئجار بيت جديد أو الانتقال لبيت آخر أو القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل مثل تصليحات، ترميمات أو مشتريات ولكن في فترة انتحاسة عطارد بيعرف محيطك العائلي نوع من أنواع التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للإرهاق العصبي. برج الحوت بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعد مواليد برج الحوت ممكن يشتروا سيارة أو يستبدلوا سيارة أو يهتموا بصيانة وتصليح سياراتهم أو أجهزة إلكترونية وهذه فترة مهمة للقيام بأسفار أو تنقلات والدراسة والعمل رح ينشطوا فيها بشكل كبير والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية، ولكن في فترة انتحاسة عطارد ممكن يسمعوا خبر سيء بجعلهم مترددين أو متحيرين بيدفعهم لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء أسرار، فبدكوا تكونوا حذرين في كلامكم وفي مراسلاتكم. طبعا هيك بنكون انتهينا من هذه الحلقه عن اخبار فلكيه تتعلق بكوكب عطارد بتمنى كل شيء ايجابي حكيته هو اللي يصير معكم الاشياء السلبيه ما تصير وفي النهايه هذا تحليل واجتهاد والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء